بتتكلم على الفوارق اللي بدأت ضرب الوطن شفت العلمي قريب من الرئاسة له بصمات قوية في مصر وهو أمين صندوق مجلس الولايات في البداية مصر خير برضه رب حرام هي مصر خير مؤسسة للطبع نهائي المؤسسة ديت أنشأها مجموعة الجامعة عمان وكان رئيس مجلس الأمم بتاعتها الدكتور عمان المجموعة الجامعة عمان ومدير بنوك بما فيهم مدير صندوق تحت مصر بما فيهم كوزير طبعا وصابة وهكذا المؤسسة أنشأت سنة 2007 من دلوقتي على 9 سنين ابتدت الشغل الفني في منطقة